تعمل معناها باور سيجنال، فتلاقي يقول لك نص واط في نص واط مثلا، فالنص في النص يبقى طلع ربع، يعني الباور بتقل، فانا كده بقلل النويز، فهم دخل واحده شبهها واعمل لها اللاب بتاع المالتبلاير دي، فهم قلل النويز دي غير شغل الفلتر يعني. طبيعي ماشي، احنا هنتكلم من الناحيه الماثيماتيكال كده، يعني انت بتعمل ديزاين على ورق ازاي؟ نسبه ايرور هتطلع نسبه ايرور طبعا، وخلي بالك في صعوبه جدا في الديزاين بتاعك، هتقعد تعمل حساب الثيرمال فولتج اللي ممكن يتغير اصلا مع درجه الحراره اللي عندك، اختيارك للارات بحيث ان هي يبقى حاصل ضربها مع القيمه اللي احنا قلنا عليها الان في البي في الار في الكلام ده كله، لازم يبقى كله حاجز في الاخر عشان يطلع لك لين في بس، دي برضه عمليه مش سهله، يعني ساتوريشن كارنت تضرب في ريزيستنس ان واحد عشان خاطر توصل للين في، دي عمليه مش سهله يا دكتور. هو ساعه واحده برضه هي طبعا احنا بنعمله ديسكريت، يعني دلوقتي ديزاين على الورق، هو الكلام ده كله بيتم في اسئله واحده، هي اسئله واحده انترنال اللي جوه فيها اللوج والانتي لوج وكله في الرجول بتاعتها، ما انا ما بعملش الحاجات دي ب 50 اسئله بس على الورق التفكير بتاعي يبقى كده، انما فعليا كلها متوصله انترنالي في تشيكايه واحده، ما تعملش كل الهيصه دي، ما تعملش ثلاث مراحل. دكتور هو ده هو الدايره اللي فيها الدايره اللي هي اللوج امبليفاير، الدايره اللي فيها الدايت من فوق اللوج امبليفاير اللي فيها الدايت سيريز دي الارتي، انا همسحها دلوقتي وهرسمها كلها على رسمه واحده دلوقتي، ده اللوج والانتي لوج مع الفولتج مالتيباير. لا انا دول من الشباب دول الاسبوع اللي جاي، دول عبط خالص ويعني دول وسط، ممكن ناخد العبط الاول عشان نفتح نمسكه نعمل فاصل يعني. انا عرفت الدايره دي لوحدها الانتي لوج لوحده واللوج لوحده، الم بقى البلوك دايجرام ده كله ازاي في رسمه واحده لما تطلب مني في الامتحان، ان انا عايز ان الاوبت يطلع بيه واحد في بيه اثنين بس، السؤال ده نظري يعني، فهرسم بلوكات بس كده واسكت، لا انا عايز سيركت مرسومه، فالسيركت النهائيه بقى هتطلع شكلها عامل ازاي؟ لسه ده فولتج مالتبلاير هرسمه كلها سيركت واحده دلوقتي، احنا اتفقنا في الاول معايا في هنا دايت وفي هنا في واحد، ده يطلع حاجه فيها لين في واحد، طبعا مضروب قبل منها في شويه حاجات، والفي واحد المفروض مقسوم على اي في ار اللي هم تقريبا هيساوي واحد، لو انت خدت الار تكنسل او تلاشي، هعمل تحت منها واحده زيها بالظبط بس البي 2، ومفهوم ان مقاوماتك يا ريت بقى يبقى ايه؟ كله بتختار قيم الار بحيث انك انت تكنسل الاي ساتوريشن وتخليه واحد. ده كده بقى لين في واحد وده كده بقى لين في اثنين، يحصل فيهم ايه؟ يدخلوا على مقاومات زي بعض، الاثنين دول داخلين على طرف واحد اللي هو اسمه الطرف النيجاتيف بتاع سامي امبليفاير، ومعاهم فيدباك ريزيستنس بنفس القيمه. الارات الثلاثه زي بعض عشان يعمل ايه؟ عشان مجرد ان هو يسمنيشن الكلام ده يبقى البي اوت اللي طالع من هنا عباره عن ناقص لين في واحد زائد لين في اثنين. لين في واحد زائد لين في اثنين هي نفسها لين في واحد في اثنين. الناقص ده ما تقلقنيش بحاجه، لان بعد كده بيدخل بقى على دايره تتخلص من اللين، فالدايره اللي هتتخلص من اللين فيها دايت هنا وفيها ريزيستنس العادي. دي مثلا كانت ار 2 تبقى دي ار 3. فلما تدخل ناقص لين في واحد في اثنين مع دايره فيها ار 3 يتطبق عليها القانون ده، برضه خد الار 3 مع الاي يكنسلوا بعض، هيبقى لك هنا ناقص اكسبوننشال في الناقص ده يكون متغير ويطلع لك من واحد في بي 2 الاول في النهائي ده. دي الرسمه او الديزاين النهائي
بتاعي بتاع الفولتج مالتبلاير. كل ده عشان اضرب بيه 1 مللي ان شاء الله عندنا بنضرب يعني. طيب هو لما يجي الطلب مني هيطلب فولتج مالتبلاير ولا بيطلب ان انا اعمل المعادلات من البدايه خالص واقسمها حاجه؟ اه انا هقول لك بقى ان ديتيلز عيش. ما هو دي كده تلاقي 10 درجات لوحدها. انا عايز فولتج مالتبلاير بقى ان ديتيلز كل حته لوحدها تجيب لي اللوج لوحده والانتي لوج لوحده والسامنج لوحده. هتيجي يا جماعه كده 15 درجه صح؟ ايه؟ الشغل الثاني اسهل من دي؟ لا هي دي اسهل حاجه. انا ما عنديش ثانيه هي دي. ما هو فيتش بقى جاهزه بقى واحده بتعمل الكلام ده بس انا ما درستهاش. اولا الاراضي دي ارجع للقانون اللي هنا. ايه وجهه القانون؟ في واحد على اي فار. انا عايز تطلع ليه في واحد يبقى لازم يكون الاي في الار تساوي واحد. لو بتختار الار تحس بتطلع الاي. طب الاي دي بتيجي منين؟ من الداتا شيت بتاع الدايت. الساتوريشن كاركتر بتاعه بيساوي كام؟ تلاقي مكتوب فيه مثلا 1 مللي 1 مللي. تقوم مختار الار دي مثلا 1 كيلو 1 ميجا مثلا بيكنسلوا بعض. نفس القصه مع اللي تحت. لو نفس الدايت هيبقى نفس الارقام. الاي نوت دي حضرتك بتعمل ايه مثلا؟ الاي نوت دي بتبقى موجوده في الداتا شيت الانترنال جوه يعني. انا مش هطلب منك مساله بارقام. لا ده ديزاين بس. هو بعد كده انا اسيوم ان دي واحد. فانت بتاسيوم ان الاي في الار بواحد. الان في الفي ثيرمال المفروض ده 25 مللي فولت يعني الرقم ده. فده بيطلع الرقم. في النهايه خالص هما بيشيلوا بعض مش بقى لك دي واحد في دي اثنين. الفكره في الايكويشنز بالترتيب ماشيه ازاي؟ هي الايكويشنز بالترتيب ماشيه ازاي عشان تطلع في واحد في دي اثنين؟ اهي بدأ من هنا الاول تطلع حاجه في دي واحد اللي هو الرقم ده وزيها تحت بس دي واحد بقى اسمها دي اثنين. بعد كده دخلوا على السامنج امبليفاير. السامنج امبليفاير بيطلع ناقص القيمه الاولانيه دي كلها زائد القيمه الثانيه بس في نيجاتيف بره ونجمع الاثنين. بعد كده بعد الانتي لوج يطلع ايه؟ يطلع الدي او بتساوي ناقص الاي في الار في اي اس ناقص في على اي او بي الفي دي اللي هي الكلام ده كله هي دي الفي. يبقى في الاكسبوننشال فوق في لين. فالاكسبوننشال لين هي 4 تنزل اللين بره تشال خالص يبقى لك في 1 في في 2. يعني احنا قلت دي كده كانها ناقص لين في 1 في 2. فاي اس لين في 1 في 2 على شويه حاجات كل شويه حاجات دي مش مهمه عندي دلوقتي هتساوي في 1 في 2 بس. يبقى انا كده وصلت دلوقتي. هي اصلا كلها مش مهمه قلت دي هي كلها مش مهمه احنا بس بندي بس فكره الديزاين بس بتعمل ازاي. طيب ايش رجع على الورق ده هتعدي فيه. خليني اخد حاجه سهله لمستوى الطالب العبيط. طيب اسهل من دي؟ اسهل بكتير بقى. ما احنا خلينا ناخد حاجه سهله لازم مش على المولتبلاير حاجه بقى مختلفه شويه. انك تكون عندك كارنت سورس وعايز تطلع منه الفولت سورس يغذي مثلا موبايل ولا حاجه وعندك حاجه فيها كارنت سورس. فتعمل ايه؟ ادي الكارنت سورس اللي عندك. كل اللي عليك هتدخله على انفرتنج امبليفاير بس من غير مقاومه هنا. حط مقاومتك عالي فيدباك ودخل الكارنت سورس هنا. بس فالفي اوت هنا بيساوي ايه؟ انت بتقول ان التيار اللي داخل ده هو الاي فيدباك. صح؟ يبقى الاي هو الاي فيدباك. والاي فيدباك بيساوي ايه؟ الفي نيجاتيف ناقص الفي اوتبوت على الار اف. الفي نيجاتيف بصفر يبقى كانها ناقص في اوتبوت على الار اف. اذا الجهد اللي هيخرج بيساوي ايه؟ ناقص اي في ار. هو ده كده انت حولت من جهد من تيار لجهد. دخلت كارنت سورس طلعت بعد الامبليفاير فولت سورس. فولت تقدر تستخدمه في دايره بعد كده. اكبر الارض يبقى الفولت هيطلع هو نفسه كانه المقابل للكارنت. بس عارف انت فكره السورس ترانسفورميشن في السيركت ان يبقى عندك فولت سورس سيريز معاه مقاومه تحوله كارنت سورس بدل معاه مقاومه. هي نفس الفكره كارنت سورس بس بحوله لفولت سورس يغذي دايره. العكس بقى ان يكون عندي فولت سورس وانت عايز منه كارنت سورس. بس داخل في الليميتيشن اللي هي اصلا بتاعت الانفرتنج اللي هي مثلا 5 5 السبلاي بتاعك مش نقدر نقول 5 سوري لو الباور سبلاي بتاع الاو
هو قبل 15 يبقى اخر 15 باور سبلاي اللي دخل ان هو 15 فولت. اه يعني انا الامبير ده على حسب الداتا شيت بتاع الاوبر مثلا واحد. اه الامبير ده على حسب الداتا شيت بتاع الترانزستور بتاع الاسهال اللي بيشيل لحد كام امبير. انما كفولت مثلا اعتقد معظم الاسهال هتشغل لحد رينج في حاجات شغال لحد 30ات بس يعني السواقي حضرتك اظن 15 باص 15 ده اقصى يعني ممكن يبقى ساعات فيها في شركات ثانيه بتصنعها بتوصل 18 ده اقصى في الفولت اللي بتاعك. طب انت عندك العكس لا عندك فولت وعايز تيار منك مش محتاجه ذكاء يعني هنعملها زي اكيد هتبدل يعني انت هتبدل في مكان دي حط الكارنت سورس هنا ده اللي هو الاي فيدباك ده وادي مقاومتك هنا يبقى الاي فيدباك هو الاي واحد اللي هو في نفس الوقت بيساوي في ناقص صفر على ار خلاص يبقى انت بتدور هيخرج في الاوتبوت اي وبيساوي جهد داخل على ار يبقى انت مدخل جهد بس اللي هتحصل عليه في الاوتبوت هو التيار اللي هتسحبه على الفيدباك هو ده الكارنت سورس. طيب بيسموا الحاجتين دول ايه بقى؟ ده بيسموه كارنت كنترول فولت سورس. كارنت كنترول فولت سورس يعني فولت سورس يتم التحكم فيه من خلال كارنت سورس مصدر جهد محصول عليه بيتم التحكم في قيمته من خلال مصدر تيار داخل. هنا فولتج كنترول كارنت سورس يعني مصدر تيار خارج بيتم التحكم في قيمته عن طريق فولت سورس داخل. في انواع ثانيه بقى بس ما تهمناش اللي هو مثلا كارنت كنترول كارنت سورس ما يهمنيش اللي اعمله لان البديل ليه البي جي تي. البي جي تي هو كارنت كنترول كارنت سورس فما يهمنيش ان انا اعمله بالاوب امب اصلا. خلاص يعني هو معروف ان البي جي تي كارنت كنترول كارنت سورس. هو هنا فول كنترول فولت سورس دي لا ده كارنت سورس في سهل وفي زائد وناقص يبقى فولت سورس. في عندنا كارنت سورس في حوالي فولت سورس برضه لا ده كده فولت داخل اهو من على الشمال طالع تيار في الاول بس كده عندنا كارنت سورس اهو ده انا عايزه هنا يبقى اوت طالع كارنت يعني سلك ياخد من عليها تيار هي دي كلمه كارنت سورس السلكه دي هيبقى ماشي فيها تيار كارنت سورس من الطرف الفيدباك ده هي دي اللي هاخد منها التيارات ده سلكه وهيبقى ماشي فيها تيار اقدر اخد منها التيار اللي انا عايزه. هو بس في حته صغيره هقولها وبعد كده اسمع سؤال. قلنا في كارنت كنترول كارنت سورس ده مش محتاج اعمله اللي هو البي جي تي مثال ليه. في فولتج كنترول فولت سورس فولت خارج يتم التحكم فيه عن طريق فولت داخل. طب ده زي انواع كتيره خدناها من شويه الانفرتنج نون انفرتنج الصامي كل دي فولت خارج بدلاله فولت داخل فدي اسمها فولتج كنترول فولت سورس. هو ايه الفرق الحقيقي ما بين الكرنت سورس والفولت سورس؟ الفولت سورس السبلايات بتاعت الايه؟ السبلايات بتاعتك انت شغال عليها السبلاي الاي سي بتاعك البيت مثلا البطاريات اللي بتشحن بيها الباور بانك الحاجات دي ده فولت سورس. الكرنت سورس بقى زي مصادر توليد المايه بتاع السد العالي ومنها بحولها لفولت سورس يعني المايه دي بتتحول لكرنت ومن الكرنت ده فلوريت يعني يبقى كرنت وبعد كده الكرنت ده بحوله تاني لفولت عشان هي الالكترونيات اصلا اللي بتبقى ماشيه عباره لو عندي مثلا تيوب هي الالكترونيات ماشيه في التيوب ضخ الغاز مثلا ده بيعتبر بالنسبه لنا كرنت ماشي غاز غاز غازات اللي هي البترول والغازات والحاجات دي في الانابيب وكل البترول والكلام ده فده بيبقى يعتبر كارنت بعد كده هيتحول تاني لفولت بقى بس الفولت بقى الفرق بين النقطتين ده انا هيديني الفولت يدخل على لود ويطلع الكارنت سورس ده على اللود يطلع فولت الفولت ده بيبقى كبير جدا يعني بيبتدي محطات مثلا ميه بنتكلم في 66000 فولت ويرجع يتقسم بقى 66 دول ينزلوا ل 11000 تنزل مش عارف لالافات صغيره توصل بقى المحطات اللي هي شمال القاهره اللي هي 220 توصيل نقل وتوزيع شبكات القوى الكهربائيه بنسميها شبكات القوى الكهربائيه الاصل في التوليد كهرباء وبعد كده يحول لفولت. الطاقه الشمسيه برضه كده الطاقه الشمسيه بتطلع دي سي فولت طلع دي سي فولت الطاقه الشمسيه السولار سيل بتطلع دي سي فولت مباشره
الجرين دايركتور نجيبه في الامتحان كل واحد على 6 كده حلوين قوي. تعالى ايه حط الاسئله اللي انت عايزها. قلت لهم ازاي بيقدروا يعملوا الحاجه دي؟ يعني ازاي ده في السن ازاي عملوا ازاي؟ الاسئله محرجه لينا كشعب مصري. ازاي عملوا الاوبريشن لما فكرت في ان هو يقدر يطلع الافكار دي كلها؟ قاعدين فاضيين معاهم فلوس كتير بيجربوا وفي اراده. واحد عايز يحل مشكله فبيروح يفكر حلها ازاي لو مشكله وعايز يحلها. بس يعني مثلا الحاجات الميكانيكيه وكده مبنيه على ثيريز ونظريات. دول مش نظريه. لا النظريه بتطلع بعد كده بالتجربه. بتطلع بالتجربه. لكن في مشكله قدامه وعايز يحلها. مش قاعد بيخترع كده. مش قاعد يسوق. كان قاعد وقت على المبنى مثلا تفاحه اعتبرها لمبه. مش ماشيه كده. هو قدامه مشكله وعايز يحلها فبيدور على حلول. هو ده المفروض اساس البحث العلمي. انت بيبقى قدامك مشكله وتحاول تشوف حلها. والناس اللي والله بصل الابن تعليم مصر ولا دي مواطن البحث يعني او طريقه الحلول دي مواطن. ما هو برضه في جزء بيعتمد على الطالب اللي هو عايز الزتونه وعايز من الاخر وحط لي امتحان في سؤال سهل بس السؤال اللي حابب اعطيها بشرط مش فاكر حاجه. انت مش من شويه بتقول لي بلاش الاسئله اللي فاتت دي. لا انا ما قلتش والله بلاش الاسئله. خلاص انا هتجيبها هيحبوك قوي على فكره. انا ربنا بقى الصوت بقى شويه اخر دايرتين بقى عشان نختم الاوبن. هيبقى المره الجايه عندنا فلترز اللي هي تعتبر اخر محاضره عندي في المنهج. ناخد بس من اكتف فلترز وهيبقى المحاضره بعدها مراجعه بقى من بره لجينا كده في كذا فكره مساله ونشوف ازاي هيجي شكل الامتحان عشان نعرف ازاي هنضيع درجات. فعندنا الانتجريت من اسمه طبعا هيعمل تكامل. هتقول لي ده بيعمل ايه في الطبيعه غير الاله الحافه والمعادلات الرياضيه. ما دام في تكامل وتفاضل احنا بنقول عليها تبع بتوع الاتصالات الويف شيب اللي هو اعاده تشكيل الويفز العاديه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما هو انت لو عندك من اسمها كده تكامل دخلت دي سي اللي هي مثلا خارج سولار سيل. هو الدي سي؟ لا مش لسه مش دي هي قصه ثانيه. دي سي دخلت فاليو مثلا 3 فولت بالتكامل بتطلع ايه؟ ثانيه دي هي بتطلع حاجه اي سي بس شكل ايه؟ شكلها ايه؟ 3 مثلا دي 3 صح؟ كده هو السلايدر لا اللي هي رام بقى وسوتوس اللي هي الايه اللينير اللينير فانكشن بتاعتها 3 بقت 3 دي او 3 دي زي كونستنت. فكده انت عملت التكامل فطلع حاجه كده من ثابت بقى كده. طيب السايد بقى كوزاين مثلا كوزاين بقى سايد التفاضل هيعمل ايه؟ هيروح مغير شكل الرامب دي يخليها دي سي. يبقى انت عندك حاجه كانها مثلا بيريودك تايم سيجنال كده رجعتها دي سي كونستنت. فدي حاجه كويسه عملت جنريشن للدي سي من اي سي بشكل غير مباشر. التفاضلات برضه بقى ساين بقت كوزاين وكوزاين بقت ساين بس برضه مع اختلاف الاشارات يعني التفاضل واي سيجنال بقى يفاضل بكام؟ بعمل اعاده تشكيل للسيجنال بطلع شيب ثانيه منها وده الشكل اللي هيجي لك في الامتحان. ان يجي لك دي سي سيجنال يقول لك ايه؟ ارسم لي الامبليفاير المناسب يحولها للشكل ده. فانت هتحط بلوك من غير حتى ارقام مش لازم يكون ارقام يعني ولو بارقام سهله هنعملها دلوقتي. ان مثلا دي 5 فولت وعايز هنا هيبقى الفاليو عند 5 بس هتبقى شكل اللي هي السودوس او الرامب اللي هي السودن منشار اللي هي بتستخدم جوه شاشات التلفزيون والكمبيوتر اللي هي القديمه شويه اللي بيسموها كاسيت ريديو الضخمه. بيبقى من جوه كده فيه الواح الالواح اللي منها واحده بيبقى داخل عليها الرامب فانكشن. دي بتبقى ريفرنس فولت بالنسبه لي عشان تعرض السيجنال على الشاشه اللي هي شكل الصوره يعني. الصوره كلها اصلا شغاله عباره عن الكترونز عماله تندفع نحو شاشه فوسفور من جوه عشان ترسم الصوره اللي انت شايفها. الكلام ده طبعا العهد انتهى بقى خلاص ما بقاش دلوقتي موجود الكلام ده. بس لا زال في المعمل عندك جهاز شبيه بالتلفزيونات القديمه وفكره الشاشات ولا زال احنا شغالين بيه اللي هو الاسكولسكوب اللي هو جهاز مبين الموجات عندك بتتفرج منه على شكل الموجات على الشاشه. تعرف السجن اللي خارجه شكلها ايه والكلام ده. فبرضه فكرته من جوه نفس الفكره لازم يبقى فيه
الانبوت اللي بيترسم ده محطوط على بليتس معينه وفي ريفرنس محطوط عندي هو السوتوس دي. السوتوس دي جاي من ايه؟ جاي من سيجنال معايا بيتعاد تشكيلها لان انا ما عنديش حاجه تجنريت السوتوس مباشره. فبقول بدل ما اعمل فانكشن جنريتور جهاز خاص بتوليد موجه سوتوس لا ادخل دي سي على انتجريتور فيقوم مطلعها لي بالشكل ده. شفايه واحده بس جوه هي اللي تقوم بالقصه دي. معنى كده ان شويه الايسيهات اللي احنا خدناها دي ممكن نعمل فانكشن جنريتور جهاز مولد موجات اصلا يدوي في المعمل. تقدر انت تعمل فانكشن جنريتور في المعمل تطلع سوتوس تطلع سالم تطلع اي حاجه انت عايزها بالتردد اللي انت عايزه بالامبليتيود اللي انت عايزه. تعال نشوف الانتجريتور ده بيتم ازاي. الحاجه اللي بتبقى فيها تكامل او تفاضل غالبا هي ايه؟ ايه الاليمنت اللي عدى عليك في السيركت كانت علاقه التيار والجهد بيطلع فيها تكامل. تكامل كان في الكباستور. في الكباستور بالظبط كده. هو الكباستور هو الاليمنت السحري بتاعي اللي موجود في التفاضل والتكامل. والقيم دي تفاضل بس قول الكويل غلبة لان الكباستورز في ارقام ستاندرد جاهزه تقدر تستخدمها. الكويل هتقعد تلف بقى لانك انت غالبا ما بتلاقيش الارقام اللي انت عايزها هتقعد تعمله يدوي فمقرف فما بستخدموش هنا لكن بستخدم الكباستور. يوم ما تغلب قوي في بيرجع الكباستور تقريبا الكباستور بتشتريه باي فاليو انت عايزها. كويل صعب ما بتلاقيش كل القيم متاحه معاك اضطر تعمله على ايدك غالبا ما بيشتغلش. يعني على ايدك اصلا بتقعد تلفه على فيشر وبسمك معين وطول معين وعدد لفات معينه وتوسع بالزراديه وموال كده عشان توصل لاندكتنس معين. فحوار طب وليه كل ده؟ طب الكباستور جاهز اهو وهيعمل لي نفس القصه. الكباستور لو حد كان فاكر ان الفولت اللي على الكباستور يساوي 1 على سي تكامل اي دي تي فده بيجي في حته التكامل. تعال نشوف بقى الانتجريتور في الجيم. لو انا عملت نفس الرسمه الشهيره بتاعتي بس رحت عامل كباستور هنا مكان الدايت اللي في اللوك ادي البي وادي الار وادي البي اوت وادي سي اقدر استنتج العلاقه بتاعت البي اوت. انا حافظ ان البي نيجاتيف هي البي بوزيتيف هي زيرو. الاي فيدباك هي الاي سيريز هنا. الاي سيريز عباره عن ايه؟ في واحد من الصفر على الار تيار الكباستور بما ان الفي بتساوي 1 على سي تكامل اي دي تي يبقى الاي بتساوي سي دي في باي دي تي. فانا هروح عامل كده هقول سي دي في باي دي تي. الفي اللي هي المقصود بيها مين؟ الضرب بين السهم بتاع التيار لراس السهم من زيرو دي فضلت الناحيتين عشان اطلع التيار لوحده في طرف. انا عايز معادله التيار مش عايز معادله الجهد. فعشان اجيب معادله التيار رحت مفاضل طرفين فهي دي في باي دي تي بتساوي 1 على سي اي على طول. حطيت الدي في من هنا لهنا من دي السهم لراس السهم. دي كده بقت ناقص سي دي في نوت على الدي تي. انت دايما بتدور على البي نوت في طرف. هتقسم الاول على السي بناقص 1 على ار سي في دي 1 بتساوي دي في نوت باي دي تي. يبقى البي نوت اللي انت بتدور عليها بتساوي ايه؟ انتجريشن تكامل بقى دي. كده البي اوتبوت هيبقى تكامل البي ان والنيجاتيف دي عشان الايه؟ الانفرتنج. يبقى معنى الكلام ده لو انا دخلت لك دي سي 5 فولت يبقى ادي 5 اهي هتطلع 5 تي. يبقى انت كل اللي عليك تلعب تقنيه الار والسي بحيث البي اوت يا اما بواحد يا اما يقول لك انا عايز البي اوت اكبر من البي اوت على التكامل مثلا ثلاث مرات اربع مرات. المهم الواحد على الار سي دي تاخدها باي فاليو مناسبه. انا مكثف واحد مايكرو فارات يا عم خد الار بواحد ميجا قوم. يبقى انتوا الاثنين كده غيرتوا بعض بقت ناقص يعني مثلا لو الار بواحد ميجا قوم والسي واحد مايكرو فارات يبقى البي نوت تساوي ناقص تكامل البي انبوت دي. يبقى بتكامل مباشره الموجه اللي داخله. داخله دي سي يعني البي انبوت بخمسه يبقى البي اوت بناقص خمسه تي. ناقص خمسه تي اللي هو شكلها عامل ازاي يعني؟ عايزها بوست بخمسه تي
حط بفر بعدها او انفرتنج يعني بعدها يشقلب ويطلعها كده. ده الانتجريتور. طب الديفرنشيتور اعكس الار مكان السي. برضه ده الاي فيدباك وده الاي واحد يبقى الاي فيدباك هو الاي واحد بس المره دي الاي فيدباك بتساوي ايه؟ صفر ناقص بي اوتبوت على ار اللي هي الار اف يعني بتساوي الاي واحد اللي هو عباره عن ايه؟ سي دي في اللي هو في واحد ناقص صفر باي دي تي. انت بيهمك البي اوتبوت يبقى ناقص ار في سي دي في واحد باي دي تي. ده كده عمل ايه؟ الاوتبوت طالع بدلاله تفاضل الانبوت. كده انا فاضلت الانبوت. لو انت خدت الار بواحد ميجا والسي بواحد مايكرو يبقى اذا الدي اوتبوت بتساوي ناقص دي في واحد باي دي تي. لو انا حطيت لك البي انبوت مثال مثلا بتساوي موجة ساين اوميجا دي يبقى البي اوت هيساوي ايه؟ ناقص الساين تبقى كوزاين والاوميجا تطلع صفر. ده امثله يعني لسه هناخد بقى امثله ان شاء الله المره اللي بعد الجايه ان شاء الله الارقام اللي عايز ياكل. حلو كده؟ حلو قوي. دسمه وتقيله شويه النهارده. اه الورق ده هيظبط. ايوه زيت. بس فيها كل الانواع اللي احنا محتاجينها. كده ما فضلناش غير الفلترز هتبقى المره الجايه ان شاء الله. ليه خدت سيدي يعني خدت